أعتقد أن ما حدث في مصر ربما يعني استطاع أن يقوم بعمل توازن في الصورة وهدم للمخطط، مخطط السيطرة على الشرق الأوسط وتقسيمه بالفعل. هذا التحالف قوي، لديه قدرة مادية بدون حدود. نتكلم عن التحالف اللي هو يشارك جماعة الإخوان المسلمين زي التنظيم الدولي، مدعوما بمواقف واضحة من تركيا وليبيا، بينفقوا ملايين الملايين، معصرين، ما نقدرش نقول انهم صفر. الاخوان المسلمين راحوا فين؟ لم يتبخروا دخانا في الهواء في مصر، اذا كانوا هم تعدادهم هم والمتعاطفين 1.5 مليون، انه المعتقلات ما فتح، يعني مصر لم تفتح المعتقلات كما كانت ايام عبد الناصر. الناس موجودين، الاخوان موجودين وسط الناس وبيمارسوا افكارهم وبيدافعوا عن افكارهم، وكل الذي في وسعه ان يفعل حاجه بيعملها الا ان يكون خائفا على امنه الشخصي. يعني عاوز اقول ان المعركه طويله، المعركه مستمره، هم حتى الان لم ييأسوا رغم انهم يلاحظوا اي مدقق يخص بيبص هيلتفت الخط البياني منهار. الاول شوفي قدرتهم على الحج كانت قد ايه، نعم. ضعفت قدرتهم على الحج الى حد انها انتهت الى انه يدوبك منطقة المطرية وجزء في الهرم. دلوقتي ضعفت هذه القدرة، التركيز كله على الجامعات، تركيزهم في الجامعات يكاد ينحصر الان في جامعتين اساسيتين، جامعة القاهرة وجامعة الازهر. بقية الجامعات هم اضعف حالا من انهم يغيروا، لكن ايا كان لن تستطيع جماعة الإخوان المسلمين أن تحدث تغييرا استراتيجيا في الموقف.